لن أكل لحما ولن أشرب خمرا ولن أصيب امرأة ولن أخسر رأسي من نجاسة حتى أدرك بثأري. هو امرؤ القيس واحد من بين أهم الشعراء العرب في العصر الجاهلي، له الكثير من المدونات الشعرية التي لا زالت تدرس حتى يومنا هذا. ووفقا للكثير من الروايات فقد تم التأكيد على أن امرؤ القيس قد عاش في الفترة ما بين 496 و 544 للميلاد، وهو من بين أشهر الشعراء العرب، ولكنه من أصل يمني، ولد في نجد، كما أنه كان من نسب جيد، فوالدته كانت هي أخت المهلهل، وهو من أشهر الشعراء في ذلك الوقت. أيضا والده هو ملك أسد. لعبت الأقدار دور كبير في حياة امرؤ القيس، فقد انقسمت حياته إلى قسمين، كل منهم بعيد كل البعد عن القسم الآخر، ولكنه قد جمع بين تلك الأقسام المختلفة في حياتي من خلال مدونات الشعر الكبيرة التي تركها لنا ولا تزال مرجع الكثير من الشعراء حتى اليوم. فقد جمع بين الموت والحب وبين الظمأ والماء. ولعل الفصل الأكثر وضوحا في حياة امرؤ القيس كانت بعد مقتل والده وجملته الشهيرة: اليوم خمر وغدا أمر. وقد كانت حياته متناقضة بشكل كبير، فقد عاش حياة الحب ولكنه كان يبحث عن الثأر. قد قاتل وتغرب عن بلده ودون الشعر في كل مرحلة من مراحل حياته المختلفة، خاصة عندما أجبر من والده على الرحيل إلى منطقة حضرموت، وهنا عاش حياة لاهية وكان دائم السكر، كما كان يكتب الغزل ويتنقل من بلد إلى بلد حتى قتل والده على يد بني أسد. فقد كانت تلك المرحلة من المراحل الفاصلة في حياة امرؤ القيس. وقد ظل بعدها يبحث عن الثأر والموت تاركا حياة له، وقد حاول كثيرا أن يجمع القبائل من حوله من أجل الثأر لوالده من بني أسد، وقد تمكن من الأمر حيث نصرته الكثير من القبائل العربية ضد بني أسد. وعلى الرغم من ذلك لم تكن تلك الحرب كافية بالنسبة له من أجل الأخذ بالثأر، وعندما خذل في استكمال الحرب مع العرب اتجه إلى ملك الروم من أجل العون والمدد، وقد قطع رحلة طويلة من تركيا إلى بيزنطة. وقد توفي امرؤ القيس في تلك المرحلة ودفن في أنقرة ولم يتمكن من الثأر لأبيه. اشتهر امرؤ القيس في الماضي تحت مسميات عدة، والتي من أشهرها الملك الضليل، ويؤكد البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أطلق عليه ذلك اللقب، نظرا لانصرافه عن الملك الذي ورثه عن أبيه بعد مقتله على يد بني أسد. وقد سار بين القبائل العرب من أجل البحث عن ثأر أبيه، كما أطلق عليه أيضا لقب ذي القروح، وهو ذلك اللقب الذي أطلق عليه خلال عودته من القسطنطينية نتيجة تعرضه إلى الجدري، حيث توفي خلال عودته من بلاد الروم بعد أن طلب العون منهم في حربه ضد بني أسد، ولكنه توفي متأثرا بذلك المرض ولم يتمكن من الثأر. ومن أجمل أشعار امرؤ القيس: قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحولي، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سامورات الحي ناقف حنظلي، فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سامورات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أزن وتجملي،
ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.